صباح الخير يا نعمان. اهلا اهلا. عن اي شيء تفتش؟ مفتاح بيتي لا ادري اين هو. تذكر اين وضعته؟ قبل قليل كان معي. تذكر اين كنت؟ كنت عند عبد الله. طيب اذهب واسال، ربما تركته عنده. شكرا. عفوا. عبد الله. نعم. هل تركت مفتاح بيتي عندك؟ لا، ما رأيته. قبل قليل مررت من هنا وسلمت عليك، أما رأيته معي؟ لا. تذكر أين كنت قبل أن تأتي إلى هنا؟ كنت عند هشام. سأسأله. شكرا. هشام. نعم. هل رأيت مفتاح بيتي؟ لا، عندما مررت من هنا قبل قليل لم يكن عندك مفتاح. تذكر أين وضعته يا نعمان. قبل أن آتي إلى هنا، نعم، كنت أقفل به الباب. وبعد ذلك؟ مرت ليلى وقالت صباح الخير يا نعمان. حسنا، وبعد ذلك؟ التفت نحوها وقلت صباح الخير يا ليلى. تذكر جيدا، وبعد ذلك؟ رأيتك تفتح الدكان فقلت لك صباح الخير يا هشام. وبعد ذلك؟ ذهبت إلى عبد الله وقلت صباح الخير يا عبد الله. وبعد نعمان، أنت تذكرت كل شيء ولا تتذكر أين وضعت المفتاح؟ ها؟ قلت لك كنت أقفل به الباب ومرة. ها؟ هشام. نعم. تذكرت، المفتاح لا زال على الباب.
ثمانية ثمانية، واحد اثنان ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر اثنى عشر. ثمانية بطارقة متزلجين قادمين من القطب الجنوبي سيقدم لكم عروضا لتسليتكم. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. 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 ثمانية بطارقة من القطب الجنوبي. ثمانية ثمانية، واحد اثنان ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر اثنى عشر. كلما مر الزمن تكبر الأشياء بعد أن كانت صغيرة، مثلما الشمس التي تأتي مع الفجر صغيرة ثم تكبر، هكذا حقل الذرة مثلما النهر الذي يبدأ قطرة ثم يكبر، هكذا حقل الذرة مثلما الطفل الصغير نائما في حضن أمه بعد أيام سيقوى ثم يكبر، هكذا حقل الذرة مثلما النهر الذي يبدأ قطرة ثم يكبر، هكذا حقل الذرة مثلما الطفل الصغير نائما في حضن أمه بعد أيام سيقوى ثم يكبر، هكذا حقل الذرة.
كما ترون أربع فيها اختلاف، منها ثلاث لاحظوا لا تختلف، واحدة من أربع مختلفة. في أيها يبدو اختلاف هل تعرفون؟ واحدة منها فقط مختلفة. أهذه أم هذه؟ أم هذه أم هذه هل تعرفون؟ قبل انتهاء الأغنية هل تحزرون؟ واحدة منها فقط مختلفة. أكيد عرفتم صح، هؤلاء ينجرون وهذا يصبغ، هؤلاء يستعملون أدوات النجارة، الرندة أو الفارة، المطرقة والمنشار، وهذا يستعمل الفرشاة. في الواقع أنا لا أدري ماذا سيصنعون لنا. زز زاي، مرحبا، هذه بعض أشياء تبدأ أسماؤها بالحرف زاي. زبدة، زمارة، زهرة، زورق. وربما كان أهم شيء هو زرافة. Je t'aime, prends garde à moi.
أنا أحب الآيس كريم. أنا أكل واحدة في اليوم. صديقي العصفور به أنا فخور. يطير ويطير كما أنا أطير، فكلنا طيور. ما شاء الله ما شاء الله، شعر جميل، أنت الذي كتبته يا ملسون؟ نعم، أنا أحيانا أكتب الشعر. أنت شاعر إذن. ملسون، أعطني قصيدة من شعرك وأنا ألحنها ونغنيها معا، ها ما رأيك؟ موافق بكل سرور. هشام. نعم. ألا أعطيك قصيدة نغنيها معا؟ أنت شاعر أيضا يا نعمان، ما شاء الله ما شاء الله. ألا تصدق؟ اسمع اسمع. أيه؟ اسمع قصيدتي. ألا نعمان، نعمان ألعب في البستان، بستان وعندي حصان، حصان يحب الباذنجان، الباذنجان وأكل الرمان، الرمان في البستان، بستان أنا نعمان، نعمان أنا تعبان وأنا نعسان من شعرك يا نعمان. زي مرحبا يا جماعة، ها تعالوا، هيا تعالوا، سيبحر قربور الآن في هذا القارب. هيا هيا، أهلا وسهلا. هيا انتبهوا انتبهوا حين تكونون في القارب، تذكروا أن بعض الناس يقعدون في هذا الطرف وبعضهم يقعدون في هذا الطرف، مفهوم؟ والآن هيا يا إخوان اقعدوا في هذا الطرف، هيا هنا انتبهوا، تعالوا هنا إلى هذا الطرف. هيا انت، ستحدث الآن كارثة. يا قف، قف، قف. حسناً، صلحنا كل شيء الآن، أتريدون أن تجربوا؟ جيد، تذكروا هذه المرة لا تقعدوا جميعاً في هذا الطرف من القارب، مفهوم؟ وإذا قعدتم جميعاً في هذا الطرف سنغرق كالمرة السابقة، وهذا غير حسن، صح؟ تفضلوا تفضلوا، هيا إلى القارب، اركبوا، هيا تعالوا هنا هنا، ها هنا، يا تعالوا هنا. ثماني أخرى، أنا فرحة جداً، هل تصدقون؟ ثمان أخرى، من كان يظن أن يكون لدي ثمان أخرى؟ ثماني، هل ترون؟ ثماني بيضات. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. كيف الحال؟ جفت ملابسكم؟ حسناً، والقارب بحالة جيدة. اسمعوا، ما زال بعضكم لا يعرف أين يقعد في القارب، أليس كذلك؟ نجرب مرة أخرى، انتبهوا انتبهوا جيداً، انتبهوا. إذا قعدتم جميعاً في هذا الطرف أو قعدتم جميعاً في هذا الطرف فإن القارب سيغرق، إذن ليقعد بعضكم هنا وبعضكم يقعد هنا وأنا في الوسط، مفهوم؟ نجرب مرة أخرى، هيا هيا اركبوا، أنت هنا وأنت هنا، توزعوا هنا وهنا، انتبهوا، عظيم جدا، أحسنتم أحسنتم، هكذا مضبوط، هنا وهنا وأنا في الوسط، لنبدأ التجديف. حسنا نبدأ.
هيا لا هم هلا هم هلا هلا هم ها يا ملسون، هل وجدت زهرات عباد الشمس في الصورة؟ المفروض هنالك 7 زهرات وأنا وجدت 4 زهرات. أرني أين الزهرات التي وجدتها يا ملسون؟ هذه واحدة وهذه صار عندنا زهرتان. عظيم. وهذه 3 وهذه 4. ما وجدت غير 4 زهرات يا ملسون؟ سأساعدك. انظر جيدا، هذا الرجل هناك. وجدتها، هو يضع زهرة في سترته. صار عندنا 5 زهرات. انظر خلف الأشجار يا ملسون. فعلا هذه الزهرة 6 والزهرة 7 أين هي؟ لا أظن أنك ستعرفها يا ملسون. بلى عرفتها. انظري، الشمس مرسومة على شكل زهرة. أحسن ملسون، هل تعرف اسم هذه الأنواع من الأزهار؟ معلوم، عباد الشمس، لأن أزهاره تدور دائما باتجاه الشمس، هي دائما تنظر نحو الشمس. في عمان مرحبا يا هشام. اهلا علي. اهلا 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 وسهلا. اقدم لك صديقي صلاح من السودان. اهلا وسهلا. الباديه صلاح ابن الباديه، اهلا بك. تشرفنا. أهلا بك في شارع 20. يا مرحبا. ما اجمل ملابسه. هذا هو الزي القومي في السودان. فعلا تذكرت، كنت تلبسه في بعض الأحيان. نعم، صديقي مطرب مغني. مغني؟ يا سلام، إذا أسمعنا شيئا، أسمعنا أغنية. فكرة جميلة، ما رأيك في أن نذهب إلى الحديقة وتغني لنا أغنية؟ حاضر. طيارة طيري نحو السودان، طيري ومعي أصحاب لنقابل كل
ريحك يفرح أقوالي تطيري في الجو العالي يضحك يفرح أقوالي خطي في وطني الغالي في أرضي أحلى بستان طيري طياراتي طيري نحو السودان طيري ومعي أصحاب لنقابل كل الإخوان طيري بالصوت الهادي طيري كالنسر الطاير طيري بالصوت الهادي طيري كالنسر الطاير طيري للقمر الساحر لكن حطي في السودان طيري طيارة طيري طيري نحو السودان طيري ومعي أصحابي لنقابل كل الإخوان طيري طيارة طيري طيري نحو السودان طيري ومعي أصحابي لنقابل كل الإخوان سمسم من إنتاج مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لدول الخليج العربي بالتعاون الفني مع ورشة تلفزيون الأطفال بنيويورك. مع السلامة.